انا عايزه اخطبك لاخويا. انتي مجنونه، انتي بتكلمي بجد ولا بتهزر؟ لا بتكلم بجد، هو جه المستشفى قبل كده مره وانتي شفتيه، ومن ساعه ما شافك بقى وهو واجع دماغي واقع على جدور رقبته. ها قلتي ايه؟ هلا انا مش بفكر في الجواز ده خالص، بعد جمال لا يمكن ارتبط بحد. يا رحمه انت لسه صغيره ولازم تتجوزي، وجمال خلاص الله يرحمه والحي يبقى من الميت. انا مش هضغط عليكي، فكري كده براحتك وبهدوء وردي عليا. بدل ما تخطبيلي اخطبي نفسك الاول. انت الاول وبعدين انا. خلاص نتجوز احنا الاثنين في يوم واحد ونعمل الزفه في المستشفى. قلتي ايه؟ انت هنا بقالي ساعه، اخبارك ايه؟ تمام. اتاخرت ليه؟ ولا حاجه يا سيدي، كان عندي ميعاد مع الخطبه. الخطبه؟ هلا يا سيدي، عايزه اتجوزني لاخوها. طب وايه المانع؟ ايه المانع ازاي؟ هجوز واحد ما اعرفوش ولا عمري شفته. طب ما تروحي تشوفيه يا رحمه. انت بتهزر صح؟ لا بتكلم بجد طبعا، انت مش هتفضلي كده مقضيه حياتك شغل وخلاص ومسيرك في الاخر هتتجوزي؟ ايوه يا رأفت، بس مش بالطريقه دي. انا وجمال الله يرحمه اتجوزنا بعض عن حب، فما ينفعش اي حد يجي مكانه. يا رحمه مش هينفع الحصار اللي انت فرضاه على نفسك ده، روحي قابليه وشوفيه واتكلمي معاه، يمكن ترتاحي له ويطلع بني ادم كويس. حضرتك توفر لي كل الاحتياجات وانا ساعتها هعمل معاك الاتفاق لوحدك، وهنمضي مع بعض العقد بحيث اكون انا بالمعرض وحضرتك بالتوكيل والتشغيل. والله يا سيدي ممكن تاخد اسبوعين كمان وفكر براحتك، لكن انا مش هقبل اقل من كده. اوكي باي باي. هاي يا ماجد بيه، ايه الاخبار؟ اسمع، اخر مهلة بيني وبين الراجل ده هتكون نهاية الاسبوع الجاي، يعني لازم تشوف لي الفلوس، يا هيبقى خلاص الشركة هتكون امر واقع. فكر ورد عليا، لان انا لو التزمت بكلمة مش هرجع فيها. مع السلامة. اتفضل يا حبيبي. ميرسي يا حبيبتي. قولي ايه اخبار الشغل في المجموعه؟ تمام يا حبيبتي. في حاجه معينه انت عاوزه تعرفيها؟ انا بس عايزه اعرف ماجد وثابت عاملين ايه هناك، خايفه قوي اي مشكله تحصل وبابا يعرف، كفايه اللي حصل له النهارده. لا مفيش مشاكل ولا حاجه، بس هم عليهم طريقتهم الخاصة في الشغل. شكلك كده مش مبسوط من الشغل هناك. لا خالص، انا في الاول وفي الاخر جوز اختهم، ما اقدرش افرض عليهم اسلوب شغل معين. اه ممكن تكون خبرتي في الادارة اعلى من خبرتهم بكتير، بس عارفة مش هي دي مشكلة. امال ايه؟ مشكلة ان هم بيدخلوا مشاكلهم الشخصية في الشغل، وده ما ينفعش. ازاي يعني؟ ده كده بتقلقني اكتر. يا حبيبتي انا مش عايزة تقلقي، ما انا قلتلك المجموعة ماشية كويس، وبعدين انا موجود. هو ده اللي مطمني حبيبي. انا عايزك تطمني وتتاكدي من حاجه واحده بس، انا مش موجود في الشركه والمجموعه عشانك بس، لا انا بحاول افهم كل حاجه في المجموعه عشان مصلحه الكل تهمني. ربنا يخليك لي. هلو دكتور جون، when will you come to Egypt for the operation? Can you just tell me the exact time to take you from the airport? Thank you, Dr. John. Thank you very much. يا باشمهندس، يا باشمهندس، من ساعة ما الحاج رقد والمصايب نازلة على المصنع حتة حتة، تحس إن كل اللي حواليه بيكرهوه. يا ابني إزاي يا ابني؟ ولاده موجودين وهما اللي بيديروا المجموعة. يا باشمهندس أنا مش قديم قوي هنا، بس اسمع اللي بقول لك عليه، وبعدين عياله هتدير المجموعة إزاي؟ بالكهرباء ولا بالريموت؟ طب والأستاذ صبري والأستاذ سليم؟ الأستاذ صبري بقى حضرتك تسأله بنفسك. وبعدين اللي بيديروا المجموعة بيكرهوهم أكتر من الأول، وبكرة طول محمود قال. وبعدين أصلا محمود ولا قبليه المجموعة بتروح يا باشمهندس، وملهاش حل
غير ان الحاج يرجع تاني، ولو ما رجعش يبقى من الاخر يعني كده باشمهندس الواحد يروح يشوف له شغلانه تانيه قوي او يدور على وظيفه. صباح الخير يا حاج. صباح الخير يا رافض، ما تيجي تاكل لك لقمه؟ مش هلحق والله يا حاج، افطر انت بالهنا والشفا. ما انا قاعد على الفطار بقى لي نص ساعه، اعمل لك سندوتش. معلش خليني بس الحق اروح الجامعه وارجع على الحاج في المستشفى، لان عندي خبر حلو قوي. خير يا ابني؟ الدكتور اللي بره رد عليا وقال لي انه عمل عمليه زي دي بالظبط، وقال لي كمان انه هيجي بعد يومين. الله يا رأفت، ده خبر حلو قوي. طبعا خصوصا مع جراح عبقري زي ده. يسمع من بوقك ربنا يا ابني. عن اذنكم بقى، انتوا هتعطلوني كده. يلا مع السلامه، ربنا معاك. مع السلامه حبيبي، ما تيجي تفطر يا رحمه. بالهنا والشفا يا حاج، انا حجري على المستشفى عشان متاخره قوي. يعني هو مش عاوز يفطر معايا وانت مش عاوزه تفطر معايا؟ وبعدين المستشفى. اهي اهي اهي. طيب خلاص، سلام. ماشي، الف سلامه. ربنا يخليكوا لي يا اولاد. مدام رحمه، صباح الخير. صباح النور. ازيك يا مدام؟ الحمد لله يا دكتور. الا قول لي الادويه اللي جت دي هتنقلها امتى؟ وقت ما تحبي. لا مش حكايه احب او ما احبش، حضرتك اللي تحدد الميعاد. لا يا هانم، العربية هتحط المستشفى تيجي الأول وتقفي بنفسك تحمليها، وبعدين العربية تمشي وأنا بعد كده هوجههم على المكان اللي هيروحوه. طب وانت عايزني أقف ليه والعربية بتتحمل؟ حضرتك المدير العام، وحاجة زي دي ما ينفعش أكون أنا اللي موجود. هو في إيه بالظبط؟ ولا حاجة هانم، يدوعي أمنية، ثم المفروض ما بقاش في عندك مانع، ما انت كنت موجودة لما جم. طب عايز تنقلها إمتى؟ دلوقتي لو ينفع. يلا وديهم بسرعه شويه يا جماعه، مش هنقعد طول النهار بننقل. يلا الله، شدوا حيلكم شويه. يلا يلا. مين المسؤول هنا؟ انا مديرة المستشفى. خير؟ ايه ده وايه اللي بتنقليه ده؟ دي ادويه. طب انا عارف، حرزوا الكراتين دي، اتفضلي معانا. اتفضل معاك على فين؟ دكتور رشاد، ايه اللي حصل ده؟ البوليس قبض على رحمه كده. طب روح انت. دكتور رافت، دكتور رافت، ايه اللي حصل ده يا هلا؟ مش عارفه قبضوا عليها ليه؟ هي اتخانقت مع حد؟ لا خالص. طب اقول لك ايه، هو انت رايح فين؟ رايح اشوف ودوها فين. طب استنى خدني معاك. اتفضل يا ورده يا دكتور. ممكن بس حضرتك تفهمني انتوا قبضتوا عليها ليه؟ ايه مشكلتها؟ عملت ايه؟ احنا قبضنا على مدام رحمه باذن من النيابه، والنيابه هي صاحبه القرار في خروجها او عدمه حسب سر التحقيق. يا 300.